السلام عليكم أيتما سيف ما يعزن يا شانر غداخر من رجمة ذي البحار بيجو قديم غاري كمي وكمين سيدي مغ إن شاء الله هذه الوسان من عيد عدتون دامي موندا لسعود ومنطحر في الجالية المغربية المقيمة ذي الخارج القرصن الصحة الدرهنة بالفرح تاكي وامل خصوصا قانون ديج المجلس نهاية مثنى في صحة السوق ولاد ميمون سوق ولاد ميمون ونيتا غاتنا عزفن مرة أيدو من النظر لي غيدو نعرف كل ما دوسين غاف ما حنسن نهار الزاميش الحاج التجديد وتعجبي توطسنش كمراد في البال ما يمي خمين تحت كام غا الديمقراطية ني منطق التشاركية جعل أيوية وملايا وسخا سنبي وأمرهم شورى بينهم والإنسان خمين يتسقسى وخمين شعر الشومس ترحن ني تذوى من الخلافات تذوى من الأحقاد تجن بنادم يتشفاول من يا بس بحان سوطس انا خزامين مي غانغ توردان السندي الانتخابات ري الجمالية باش هذاني توا ذا بويا الرشكا مشناو الانتخابات ذا الشفافية تبع الماكينة وتقالي خمس وطاس والسيدي مغاس ان شاء الله التجارة الصحة هذا هنا ومرحبا بكم بغا السوق نولاد ميمون تبع الماكينة مشت ولا مية يثماس ويثما يعزن جمعيا الحزن من السوق ولاد ميمون في الحضور تجارنا ذمار المنخرطين ديت مسمونتا عزمن نغفر زن الاصوات باش اذحدن اجن النهار اذي يسبدن واذي يسخدم انشاء ما تجمع هاد الجمعه اذ خزان ممش ممش توارا من الاصوات مره كين الاستفتاء نعم ام لا اتخاذ يوم الجمعة عطلة على مدار السنة باستثناء جمعتين قبل كل عيد إذا ذني تغنزا ما نعم ما رقينك نعم أتفنهان الجمعة هذه تبلع السوق نول الميمون أمش ما هو منشي تبلع المركب أنخزار أخو يايثما سويثما ذي السوق مين يخضان بسم الله وممشي ممش تسريغ رخو زي الاعضاء انت مسمون الحزم قال بانه العدد حوالي 700 مصوت ني 700 المحلات تغادي ني مانيا ممش اذا مني غميمي اذا غيعجب نشين لانه باش تنظم السوق كينيج المجهود يمغار نتقاتل اطاس الحوايج توقعت اذا الاخوان يتجان ينظ الاعضاء الجمعيه يتجان الخو الاعضاء الجمعيه اللجنان السوق ما شاء الله خاصنا هني يحفظ سي دار بيا قوم ثن ما راه يتسن وراني هني وسي اسمينو سي اسم الساكنه تندين تنا نظار نتحيه يطاس يوداناي تغيب الدن يعني خ السوق خصوصا نشجل ديني مجموعه يحنجان توات تو الدار نقبر ذي العيوذات ولكن عام ولله الحمد يعني ضغيال والدين سنتا فنتان تغان تشجل كذلك ليني مجموعة الخروقات على مستوى العشوائية غفورة وزما بوتف ثمغاث وزما ثمطوث باش طاحت تسوق إثار والنص تغاديني ربعة العناصر اللي جا تحركاشن نيغ تحراشن نيغ تغان تصدع انتي مغارين عباد الله اسكواسا ولله الحمد مانايني وثن زريشا نزراني وذان تنظمن يخفنسن مانا يضا سبحان سيدي مغرادي القيصارية تناف باش تفوت كثارين بوي شفان سيدي حتى ذي السوق المركب يجا تنظمن يخفنسن راني هني لانه نتوارى ذيني مجموعة واصلا جارسن ديني الخلافات ديني الطاسن الشنآن جارسن اخسويتيري اذا خص ديني مرخو اللجنة ثني نعم تسلوسام تمو هني لا تسلوسام تمو نعم السنيتار لا السنيتار اخمي تاف مشاني الجني كايا مو ضوام مو لغات تحيه برافو عليكم برافو
مشناو ثاني تاع الاخواني قين لا ذنا عام اذا تشني تني مليح حق موتش توالام اتخاذ يوم الجمعه عطله على مدار السنه باستثناء الجمعتين قبل كل عيد. اذا سير سنت مازيخ تنقى وزونه السنن من هان الجمعه اتفوا خدم نشا اتكسين شويه نهار راحه فضح الزاد جناني هني حاس حسن شويه الخطبه زيت نستغل الفرصة يحرم من قبوان نسقسي على رئيس الجمعية. السلام عليكم. عليكم السلام خويا مراد. اش سقسي غبار راي العملية يا العملية قثقوا ولكن قان غلي شهان سبعة ولله الحمد سقسا واني رمي ثروح الجائحة يا كورونا عيش نحاج تمغار الجالية يديوسين ما مشوفين السوق ما مش توارم تجارة في السوق. شو راكي ذي نيشان يعني ما ذي نيشان التجار سي مراد نمشي للنصي غادي ندير اي حاجه نلقى لك الحقيقه نلقى حوايج ميجا بالنسبه للسوق خويا مراد الله غيدير الطاس ويقيم شاد ولاد ميمونير خاصه الفوعات تكات في ورا السوق ولاد ميمون في ورا السوق راه يجي عزم يجيب الفرج يجيب ولاد الصباح الطاس وني تغيا سنديني غير كل نهار تسندين صحاب وربوس روس العائله نسندين غهور نسوق سطون ويلزم هذا راح هذا باركي يجي الحاج تصبح الطاس وعاود السوق ويقيم شمع باش تغي تجاب وخا على خير التجاره الحمد لله يوذن يوذن تقل الحركه لنا خلي تيلي نسحب الجليه لنا والسوق يتعمى مرتو في الفوق عشي وتي في النسبة سي وذان الحمد لله والله العظيم اللي يجي الحاج تصفار خصوص التجاره ما سيور شويه التجاره سرعت يعني وذان موجود السرعات الجاليه نغسغني كادوثون موجود منايا الحمد لله السرعه موجود مش طوالي دخل السرعه كتوالي الناس تك تزيد الدار البيضاء باش المعرض نسوق في الدار البيضاء قدر نغيجي المشكل هذه نغدكا وما اذا كان خرج السي مراد نغيجي المشكل قدر نغي مغاير الطاس على حساب الديوانه خميت انت السرعه باش توالي نشتي نتسوق منتج دا مغربي خميت راح الدار البيضاء شقق نغي المغرب خميت انت السرعه توقع نغي المشاكل توالي يوقع نغيجي المشكل مغاير الطاس يكون بريد مساكين التجار يتحيت سواق سامي وفرايك مليون و500 يتحيت الدازين يتاكل دغ سروان من عند الديوان السادف كاميو يقيم انا وين نارن ثوريا يقيم ثلاث ايام يرعي خنيس نارين السرعه يجي الحاجة والله العظيم الا يجي الحاجة اترو اترو الاخوان مليون و500 يمشي الشاك يتراجع على 100 السرعة ثاني هذه الزلت هذه خدمت الشاك الناس المهم يجي الحاج سميتو مغيني وتكرر دومينه تكرر عاود ثاني النقطه يا سي مراد ممتاز اذا من هنا يعني كنوجهوا واحد الرساله الاجهزه خصوصا الدرك الملكي وكذلك الديوانه انهم يراعيوا الظروف اللي كتعيشها المملكه نحاولوا ما امكن اننا نرفعوا هذا المطلب هذا السلطه الاقليميه الاولى سيد عامل الاقليم صاحب الجلاله وكذلك المدير ديال الدرك الملكي في الناظور باش يحاولوا ما امكن يتساهلوا مع الناس السقسي غيجو سقسي النغني سير سنت مازيخ الصيف الحركه ديال الشارع الزنقه 10 ما مشت ولا مكني ورخو بسم الله الرحمن الرحيم اولا تشكر الاخ هربال من مما في الحوايج والا انت في لحظات زينه لحظات زينه هذه السيود يعني الانجازات ديال جمعيه الحاج من دوزار سوق ولاد ميمون نمشي النهار نمشي لقيت الاستفتاء ومن بعد هذاك صغر الموضوع معليش نديرو جوج مقدمه طب زياد نهار نمشي لقيت شي نهار في الصباح لقيت الاستفتاء باش ناوي نسد السوق يعني ما نترغب غادي نتجنب الاغلاق ماذا الفتح للسوق وانما لان شي 3 اكتوبر غنغيج العاده توان تكيت بان توان تبلع السوق يكمل اللي عام يكمل يتبلع بالتفا نهار 5 جدي 6 يكون مثلا يعزم الجمعه نهار 5 جدي 9 يداو كوالي استئناف يعني الاغلاق مني الجمعه عامين يعلنوا بتوا كورونا يوقع شويه من الركود التجاري يعني حتى التجار تغنوا شويه نهار راح ذاك كورونا ان شو كبير تاخذ الجمعه عطله سنويه ما عدا جمعتين من عيد الاضحى وجمعتين من عيد الفطر يعني حتى المساله غير خطبناها جمعيه الحزم ما يمثلون قال الاستفتاء لان باش وضد الجمهور هذه الطرف لا الطرف يهزون هذه يخدم ولا الطرف يهزون هذه يبلع باش اتوا الاستنتاج النتيجه يعني من دايج ديال القاعده اللي غتطبق ان كانت الاغلبيه تهزو تبلع الجمعيه بصفه تفرض باش تفرض وانما تقرر الاغلاق للسوق
كل جمعة ما عدا جمعتين قبل العيد الأضحى وقبل عيد الفطر. مرا الأغلبية الزؤاط عزم الجمعية انتهت أصلا تنحز لنا انت الجمعية أصلا ديج الآداب تمثل التجار يعني انتهت يعني من اثنين إلى حكما من غد قرر الجمعية. أما فيما يخص التجارة شينا أولا أنشكر جميع السلطة إذا غيعاون ومن قال في جوان جا السوق السوق جار السوق بلوك أل بلوك كبير طوان غدينا مشانين باش التصوير وحقق الغرض زي السوق غا السوق سي جبنا المشقة. الحمد لله السلطة بعد بخصوص الدائرة الثانية متخصص رئيس سعادة القائد رئيس الدائرة يعني عاوننا نقاغ ما يسمى بالسيكيغيتي رجال الأمن جا الأسواق باش وضعت كريم ديني شم كانش باري لغيري باش تغل كدير مغدي منش. أما غانغ إغز ديسان الزلق عشرة مازال عدقة المكتظة زي صنف الرشا نتمنى النداء نتوجه السنتة المجلس الإقليمي مع المجلس البلدي هذا سنيا فيج البديري في الرشا ني وراني ثني اديرين اربع محلات هم شنو نشين نمارس التجاره ديال الاسواق باش هذا الخبز الزق ني باش يتفل المتسوق فتفرت تصبحان توطس فتصبحان توطس ولا نشد ضمغ الصوتينو رئاسة المجلس جماعة الناظور السقسي غيجو سقسي النغني ولا نشد عرغ الكم كذلك غيوذانا هذا سنيني البلدية أسنيغي البلدية من النظر أدورغ البلدية النظر أسنيني بأنه ذي الشارع يعني أخميت كاعد غولاد البوطية غزوطية ذيني نجن السوق ضم قران سوطس ذي الشموار فمتين حانوت ومرن كاعد نزعني غنفتش ويرا السوق نيني غويديني تفنتي حونا أنا فشان ستة العائلة نيخشان ستة نيوذات كوري جنغاش شان 40 شغاش 30 شغاش 35 وتجيبوا البديل راه المجلس جماعه الناظور وتجيبوا البديل نكسير الفراشه ثناوي ديني اكوري شناري في المحل الناس والسنين السوق يجن غصوت يا حاقن مره في حناني ديني خوانت وانت ماربو ان يوذان هو تريح البو استغل المحلات ني اثنوش يوذان يجت من دار ندي الشوارع للفراشه تجيش انت من دون الزيان اثنين المقترحات انتي شو مثل نشي نقاو نصبغ حد نشي نقراو من الحلول غادي كمرت غوات بين صار مشادي الحلول حد ما سني جو مشان دي القيصاريه زي تساعد الفران فراني غتساعد الفران فراني حد ما سني جو نها ذي عريض زي تساعد الفران فراني غتساعد الفران فراني وتجي الشرطه الاداريه كي سنتمنا وتجي ام خازني هذا سنييني وشمان نيغوا ختي الشم والسيدي في ذوماش غير حبس لانه اللي يوث القايد اللي غادي يوث الباشا ثاني تا قاوم تيد بالمباشر مرا نصوت خاوم كنيو كان جريس الجماعه يخصط بنصام ذي العواقب مش بنصارا يثمثنا غن السوق ولا دميمون يعزونا العذر السوق وسيغ ما سنفوس ونتشكاري كنيو كذلك عذر ما سنشويت نتفاوت تروح مديني برافو خاوم قولا نشتي نقوان كابول جميل تبع ما كيدير العمليه للفرس دين الطاسن يتمثل غد ساعة تقع نايديني جل هزاء الريدية وكيسنو شيشا ولكن لطفا بالله اللهم الطف بنا يا رب العالمين أتبع غي يتمثل شانت برات يتمثل غي تجاريين مازال عاد مرة لأنه أولا وأخيرا تنظيم قيتيري الزيسن اولا تشكال موقع نعرفينو كاين غير وقت من الطاس حتى اللي غير وقع نقول الليمون ويسهر في مشاكل الموجه السوق ديال الليمون بالنسبه للتجار زين من برا نيغدي جمعيه الحزب التجار السوق ديال الليمون تكون متجزي جد السوق الغرام قرار لانه بدنا كاينه وسوقنا كاينه ومشينا نفوس نشين برا التجار وزمان يريح
شي نعاود كان دني تاع 30 غا اي جهه غا اي شرطه ونقرص شكرا الطاس التشويه اللي كان مكيل. بالنسبه عاود الاخوان صحاب الخارج نقرص مرحبا بكم غا السوق ولاد ميمون السوق ولاد ميمون قنهار غا سجن جومبو بالنغنيه منظم غا داخل محميس كاميرات سيكوريتي غا برا اي حاجه توقع ولاد ميمون غاتقصدهم اي عضو زاد نكتب الجمعيه ديجا المشكل ديجا نحاشكو الدار غنغ الجروب خاص جميع التجار السوق ولاد ميمون ماشي نحاش الضان ماشي نحاش الاتصالات جا على نتعقب تحاشني لي غوطو 2 ساعات 3 ساعات باش تغني الناس اقربات بدون غير نعاود نتشكاركني وطاس نتشكاركني وطاس وفوت هذا التقشير والحمد لله بالنسبه للتصويت غتبيد على مدى حس التجار تما فوتي تمشى الجمعيه ونتشكاركني وطاس والحمد لله تمسدني ديال طاس المواقف ديال التجار وشكرا جزيلا من التجار المره مين دغيا ثاني؟ واخويا مراد الرساله الطنز ديالته وهي التجار من غير السوق خو، يعني قطره جا دي سعدتها، قطره جا الفرز من دخلنا الغا تبعنا كاين كذلك. قطره ديال الله يفعلنا مشتوالي الغا كاين في قضيه خارج المتتبعين، خصنا نسيو زابريتي التجار ان شاء الله كل فرزه ما راه يفق بلي انه غازم نشقد عيختن، هذا سن نهار الجمعه غازم، يعني ما راه يفق النتيجه غازم نشقد عيختن زين من المباراه تسنوا تجنبوا السوق يخوا. سيت اسمه داز من تيحونا هذا اسم اللي كان دافع وجينا نبقي نعاود شو مشروع هزيمه اللاعب سيت اسمه داز في حاله يفر يصفر هذا الاستفتاء على انه ان بالله ان شاء الله نلتزم مره اذن سولني صوت نسنا عام سولني صوت لا ان بالله في ورا نعرف كيف يهدى عنا العطله انهم انايا خاصه تخص مره السوق والسلطه قد زكاين الرشيد الافعالي هذه تتبرات غالي شويه تتبرات تصبح انت اذا ما مشت ولا من وجوه مره اثني يحفظها ربي مره وجوه طيبه يا يتمثل غتوالى مثل يا السوق اثني يحفظها ربي الاخوان قد تقن العمليه الفرز كل شيء العمليه مستمره قحس بن وثاني تاذ الديمقراطيه التشاركيه باش حد واسيت قصر حد انا شويه غلجنا اثني يحفظ سي ربي باغيني شنوار اكرمكم الله ما مشيتو في منايا اني ما يجمع والو بسم الله الرحمن الرحيم نشكر الموقع الريفينو نمشي نزيد اللجنه المولا يطلع حاضر في الفرزي اللجنايا الحمد لله كل شيء كيدوا مليح ونمشي كنبدا زعما تشاو مجن الشهاده لله اللجنه تخسر يستقم هذا سنتو شوفوس نتعاونو وخدمو لله المصلحه السوق والجبوت كان تخفن سنو وين النبات كان ديال السوق الكمال ونتمنى ان شاء الله تستجب من منايا والسلام عليكم. اش يحفظها ربي اش يحفظها ربي مين غا ثاني شاو هو يكفي انه تشد مخ يا يتمثل خصوصا اذا غادي خزانه جما داير بحار التصو ضاع بحنا مين داس نغاثيني. مرحبا بكم السلام عليكم مرحبا بكم. اش يحفظها ربي الله يكرمك. إذا أنا ما مشيت ولا من الابتسامة هي التصبحانت نتحاول ما أمكن هذا ومدنكسي هذا ومدنكسي مار في مسرين توقيعا اللهم بارك على حر الإخوان الكمران على حر الكمران الإخوان شن تبرات المغنية يعني ذي نفس السياق نعقد غير الاخوان المشاهدين متتبعين يا ريفينو مشتغلين سعاده الرئيس المشكله راه ما كاينين شنو مره في تحت التوي تسرع زيد البيضاء والا انتصدم اقل الجمارك من النظر حجزنا نقصر عاد ملي غادي يداوي التوي تصل الاتعاب انتم باش نقعد انا هو الادارات زيد المنبره اخر شاحنه تحجزت طوات لي ماشي 15 يوم يرعينا بقران حجزت الديوانه ديال سروال السطان زي السرعه بالخصوص السرعه اللي غنغي تجي لشي الاولاد بهم نسحب المركب يويا نغطي الشيء نتصل تاز الزريوان نتصل الدخولات السيور لنا الغرمان اللي يوض عامل الاقليم انت اذا نغي فكن زيد من باراك جزاك الله عنا خيرا الخان اللي غادي تقودا انه يطلب تحجز السرعه يعني يتصل انت يدخل شخصيا عبر الهاتف اك جمارك النظر اذا نقل تسهيلات اذا غارين بسرعه الليل يعني ملي ان فيها الشكر غتوجه عاوتاني مره اخرى الى عامل الاقليم التدخل كاين غدا وميديا الراء المحجوز الجمركي الاخوان الجان زي ولاد ميمون الاخوان الجان بالمركب عبر موقع الريفينو ممتاز جدا رساله اخرى من هذا المنبر غنوجهها انا
المسؤولين ممثلي الامه مهمه، راه المهمه ديالك في التواصل مع وزير التجاره وكذلك توصلها والدافع على الاخوان ديالنا ديال التجار، خصوصا الناس اللي كيديروا لامبورتاسيون، الناس اللي كيجيبوا السلعه من الخارج، ولا الناس التعقيدات اللي كديرها الجمارك في الميناء ديال بني نصار، راه خصنا نعاونوا الاخوان ديالنا التجار في المدينه، خصنا نخليوهم انهم يساهموا في الحركه الاقتصاديه ديال المدينه. بغينا اقتصاد مقنن، رانا دور مبني على السوق ولاد ميمون والسوق المركب والقيصريه، الاسواق راه كتعرف واحد الحركيه بسيطه جدا، الناس راه بحال مساكن وبغاو انه يمشيوا للقطاع المهيكل، ما بغيناش تراباندو، راه كنقولوها لكم باش ما تحسبوهاش علينا، ولكن تعاونوا معنا رئيس الجمارك، المدير الجمارك، تعاون مع الاخوان ديالنا، ما حاولوش نزيروا عليهم في لا بروسيدور، وحنا عارفين بانه في طنجه ولا في كازا راه كتعطيو تسهيلات وكتخليو الناس تدوز السلعه ديالها، والنوتابيلون اللي كديرو سهله جدا، هنا زير لا، بغينا الناس ديالنا يبقاو في المنطقه ويخدموا المنطقه، وبغينا الناطور كيف ما قال يعني سيدنا غتكون قاطره للتنميه على مستوى جهتين، جهه الشرق وجهه ديال فاس، هادشي اللي بغينا نقولو لكم، وتعاونوا معنا كيف ما كيتعاون عامل الاقليم صاحب الجلاله والممثلين ديال الامه البرلمان، بانوا شويه الدجار اللي صوتوا عليكم، قلبوا عليهم شنو المشاكل اللي عندهم، راه عييتونا ما تدافعوا على شي حاجه سميتها الاحزاب ديالكم، حاولوا ما امكن تدافعوا على المواطن، تدافعوا على هاد التاجر اللي مخدم معاه جوج ثلاثه، عليها انه حنا جينا دابا كموقع عارفينو ننصروا هاد الناس، حنا ما كنصبغوش كيف ما كاين مجموعه من المواقع اللي كتصبغ، حنا راه كنقولوا فاس فاس ما فكرشناش عجينه، وغندافعوا عليهم ونترافعوا عليهم بين قوسين بصفه صحفي مهني، غنتبعوا العمليه دابا نوليو العمليه. هربان على ذكر الممثلين الامه في البرلمان يوسفهم سين جندين الممثله الوحيده اللي ساندتنا في هذا الموضوع ديال الحج السلع ديال الجمارك بسلوان هي خالدة خينيتير، مشات معنا جوج خطرات المدير الجهوي ومشات عندنا جوج خطرات المدير الاقليمي على الحمد لله مزيانه، بعد دارت الدور دارت الدور ديالها، دارت الدور ديالها، اذا ندور غير العمليه يا يشماس ويشما يعزن على حرني وضغون كارو سديه كي هو كيتمثل غير تجاريا السوق اولاد ميمون من ديني زير خبار بالعلن بالواضح تليفون نسب ديف يعني نخدمي دينيه يتمثل تجاريين نقا خزان. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد نشكر موقعنا عارفين ويوكلهم للعمليه الاستفتاء. نشكر الاخوان اللجنه الاخوان يتجندي جمعيه الحزم لتجار سوق ولاد ميمون. يسمح لي الشغل نسان يسمح لي قطص من الشغل نسان وزين دقين معنويه. نشكر عاود اللجنه المرافقه يسهرن في مساله الاستفتاء. بالنسبه للاصوات الاخوان هذا هو شغل النتيجه من غيفوق الاستفتاء اونيتا غان 595 صوت لقينا في اغلاق السوق 595 الاصوات الزون ادبل عن السوق 105 من الاصوات لقيناك فتح السوق غان 5 الاصوات ملغات هذا نعاود عاود اسند المجموع الميدان يصوت المار ديال السوق 705 705 يعني يشاركن ديال الاقتراع ونتا النتيجه يعني النتيجه النهائيه غان 595 صوت مع اغلاق السوق 105 الاصوات مع فتح السوق 5 الاصوات ملغات بارك الله فيك. اذا هذا نتا ناظم يعني نبلع السوق نهار الجمعه 8 في التقنيه يتمثل اي تجاريا اثني يحفظها ربي 105 نغني تغيناك الفتح 5 جا ملغات فقط اذا اغلبيه ساحقه قاين كيتمثل كيف كيف من توقع عندي السوق المركب حياكم الله جميعا يا يتماس ويتما يعزن شن تبرات تنكارو تتكشم اها بسم الله الرحمن الرحيم بخصوص النتيجه اخويا
نشكاش هذا نسلي فاكر في الجدان نتاع مقاسم للإخوة بأنه قسق إن شاء الله هذه بالله ابتداء انزل جمعة يا صافي انزل جمعة يا يعني التجار تفقنا مرض بالله إن شاء الله حفظكم الله ورعاكم. إذا نتخذوا ما تسنى يوم يجل الفتحة تنكاروت مرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يوم يقابل بركة الله يجيب تيسان إن شاء الله.